حسين يا غريب. اثنين من أصحاب رسول الله، النبي صلى الله عليه وآله وسلم آخى بين المسلمين، آخى بين أبي بكر وعمر، آخى بين سلمان وأبي ذر، آخى بين عمار وعباد بن بشر، آخى بينهم، آخى بينه وبين علي بن أبي طالب سلام الله عليه، آخى بين اثنين، واحد اسمه الثعلبة، واحد اسمه سعد الأنصاري. ثعلبة وسعد رسول الله آخى بينهما، صاروا إخوة، إخوة في الإسلام. والنبي لما كان يآخي بينهم، هاي القضية ما كانت فقط لقلقة لسان، لا، إنما كان وراها قضايا. مثلا صار حرب مؤتة، حرب مؤتة، مؤتة منطقة الآن في الأردن. الرومان كانوا جايين بجيش قوامه 100,000 على أقل الروايات، 110 مكاتبين، 140 مكاتبين، 100,000 رجل مسلح مقابل المسلمين. الجيش الإسلامي كم كان قوامه؟ المقاومة، وينكم يا شباب المقاومة؟ هذا الآن مثال واضح. عندك الجيش المسلح إلى أسنان إسرائيل مقابل شبابنا مختصر، ولكن شبابنا يقاومون بقوة الإيمان والعقيدة. هذا هو الإسلام، العدو يقاوم بقوة، يحارب بقوة السلاح والمرتزقة. هذا صار في أيام رسول الله. جاء الجيش الروماني وقوامه أقل من 100,000 رجل مسلح مدججين بالحديد، إذا شايفين في بعض الأفلام يسموهم بس عيونه طالع كل حديد، ولكن كان يهلكون الحرث والنسل، قضاياهم مفصلة. ذول شلون إجوا؟ لما وصلوا إلى حمص شنو من جرائم سووا؟ هاي تحتاج إلى أبحاث، مع الأسف وقتي الآن ضيق وأريد أوصل الحديث، فاسمحوا لي شوية أطلع من الجوانب. وصلوا إلى مؤتة، رسول الله صلى الله عليه وسلم جيش، الجيش الإسلامي كم عددهم على أكثر التقادير؟ 4,000 نفر، 4,000 مقابل 100,000، يعني نسبة كلش ضئيلة. رسول الله خرج في ساعة العسرة كما يذكر في القرآن، وهو اسم جيش العسرة، كان في شدة الصيف. رسول الله خرج من المسجد النبوي الشريف، صلى صلاة الظهر، عسكر الإخوة اللي رايحين للمدينة المنورة، إذا توقف قبلة مسجد رسول الله مقابلك على اليمين أكو مسجد اسمه مسجد الغمامة، اللي رايحين للحج والعمرة شايفينه الآن موجود هذا المسجد. شنو معنى مسجد الغمامة؟ رسول الله جاء هنا وقف يصلي صلاة العصر، فنزلت غمامة من قبل الله سبحانه وتعالى، ظلله الله بالغمام، المظلل بالغمام، جاي في الأشعار. هذه الغمامة محلها صار مسجد الآن موجود، مسجد الغمامة. ما علينا، المسلمون خرجوا، صار قرار بين كل أخوين واحد يطلع، واحد يهتم بأموره المادية الموجودة في المدينة المنورة. ثعلب ظل وسعد، ذول الأخوان، سعد شال سلاحه ولبس سلامة حربه راح إلى الجهاد، ثعلب ظل. ثعلب هو أهله موجودين بيته وبيت أخيه، يعني سعد صار هو المسؤول عنهم. سعد أيضا وصى، قال لي يا ثعلب أنا أروح للجهاد، اتمر كل يوم مرة على زوجتي، إذا محتاجة إلى مثلا خبز خضرة طعام كذا توفر لها. سمع وطاع، راحوا الجيش الإسلامي، راحوا ثعلب المؤمن المتدين الشريف. ولكن لا تنسون إخواني، الشيطان يقظان، الشيطان ما يترككم غير تارككم حتى يدخلني جهنم، أنا لازم أكون قوي. لا يغرنكم الشيطان، لا يغرنكم بالله الغرور. الشيطان يجعل كل إنسان بطريق، واحد عن طريق المال، واحد عن طريق النساء، واحد عن طريق الأموال، واحد عن طريق الرئاسة، واحد عن طريق الكرسي، واحد عن طريق نائب مجلس، واحد عن طريق الوزارة. شلون تتمكن تنتهي من هذه الدنيا نظيف شريف تطلع إلى عالم الآخرة؟ هذا المهم، هذا الناجح. كل واحد بطريق الشيطان، ما يترك الإنسان. الإمام علي عليه السلام يقول باض وفرخ في حجورهم. ثعلب يجي اليوم الأول، اليوم الثاني يطرق الباب. قديما كانت البيبان أكو أمامها، يعني الباب لما يفتح أيضا أكو ستار، إحنا بالعراق نقول له فردة،
كان ستار، ستار ثخين، فالمرة توقف خلف الستار تتكلم. يوم من الأيام ربك يريد يمتحن الإنسان، هبت ريح يعني هواء، الستار انزاح، فنظر ثعلب إلى وجه زوجتي سعد، من أنا النظر نظرة فابتسامة وإلى آخره. بدأت المعركة بين ثعلب والنفس. ثعلب شاف امرأة جميلة، هو متزوج وعنده زوجة، يعني هو محصن والمرأة محصنة، مد يده إلى تلك المرأة والعياذ بالله. هذول صحابة رسول الله كانوا، ها، ولكن شيطان مد إيده إلى المرأة. المرأة كانت مرأة محترمة مؤمنة خائفة من الله، بمجرد أن مد يده صاحت ثعلبة، أما تخاف الله؟ أخوك رايح للجهاد في سبيل الله يسفك دم وأنت تخون بعرض أخيك؟ يا ناس ما صافح، أراد أن يصافح بس ما صار شيء. رجع صاح: إلهي واخج لتاخ، إلهي تبت إليك، بس مو باللسان. طلع من المدينة، القرآن يذكر القضية، السنة يذكرون، الشيعة يذكرون، إجماع تاريخي دا أعطيكم واللي يريد المصادر أراوي له. خرج إلى من المدينة المنورة، وضع خده على صخور المدينة وعلى رمضاء التراب يصيح: إلهي العاف، أنا مجرم خائف خائن، اغفر لي. عجيب، أراد أن يصافح. الجيش الإسلامي رجع، اجى سعد إلى بيته: هيا مرة، وأنا أخوي ثعلبة. قالت: أخوك مد يد الخيانة. قال: زين ايش سويتي؟ قالت: أنا ما صافحت ولكن نصحته، سمع الطالع. سعد اجي يبحث عن ثعلبة، قالوا بأن ثعلبة في الصحراء. سعد اجا ضرب على كتفه: يا عمي يا ثعلبة، كل إنسان يخطئ يقول استغفر الله. انت قال: لا لا أرجع حتى يأذن لي رسول الله، أنا مجرم. كان يصيح: إلهي أنت أنت وأنا أنا، يعني أنت تعرفني أنا من، مسود وجهي أمامك. سعد طلب من ثعلب: طيب إذا تعال أخذك إلى رسول الله، نروح أنا معك. قال: ما أتي هكذا إلا أن تجيب حبل تربطني بالحبال وتجرني كالعبد الآبق، أنا مجرم، أنا أريد أفر من عقوبة الله، ولا يمكن الفرار من عقوبتك. شافوا راح يموت بالصحراء، حر شمس، لا طعام لا شراب. جاب حبل، شد أخاه سعد، شد ثعلبة، يجره. ثعلبة عند بنت شابة اسمها صمصامة، صغيرة كانت طبعا، صمصامة وقفت نظرت أباها يجار، قالت: أبتاه ماذا أرى فيك؟ قال: بني هذه حالة المجرمين في الدنيا، أما في الآخرة وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار. شوفوا شنو معنى هاي الآيات. الحمد لله كلكم أهل الأدب، كلكم عرب، أحسن من أن تعرفون شنو معنى سرابيلهم من قطران. ما أدري هنا بلبنان عندكم ولا الآن في إيران جاي شيء يقولوا له عازل يخلوه على السطح، شيء هالشكل مثل النايلون، بس مو نايلون، من القير الأسود يحرقوه يلصق عازل. الله يقول يوم القيامة ثياب أهل النار سرابيلهم، أي جمع سربال يعني ثوب،
سرابيلهم من قطيران، قطيران يعني الكبريت الذائب مع النحاس الذائب يلصق في جسم المجرم، بعيد عنكم إن شاء الله. هذا حالك. صمصامة وقفت تبكي، أبوها بأي حال؟ سعد يجر ثعلبة، جاء في طريقه إلى علي بن أبي طالب سلام الله عليه. الإمام قال: لماذا تصنع هكذا؟ قال: يا أمير المؤمنين، هو ثعلبة قال، قال: يا أبا الحسن، أنا إنسان مجرم، شو ذنبك؟ أردت أن أصافح امرأة أخي، أردت. الإمام عليه السلام قال: عليكم برسول الله. جر إجابة للمسجد، رسول الله جالس. تعرفون من هو رسول الله؟ رحمة للعالمين، صحيح ولا لا؟ رحمة للعالمين. جاء عند رسول الله، رسول الله قال له: يا ثعلبة، قصة قصتك، يعني شو القصة، شو الموضوع؟ قال: يا رسول الله، أنا كنت أمر على باب بيت أخي سعد، يوم من الأيام الستار انزاح، مددت يد الخيانة لزوجة أخي وأستغفر الله. قال له رسول الله: يا مسلمين، قال له رسول الله: يا مسلمين، رسول الله قال له: يا ثعلبة، إنك صنعت كبيرا فالجأ إلى الله. يعني أنا محمد ما أتمكن أسوي لك عبد، ارجأ إلى الله. رجع أخت بنت صمصامة شافتني بالطريق، قالت: أبا، كنت أحبك ولكن رسول الله طردك، فأنت طريد رسول الله، أنا هم بعد ما أحبك، كنت أحبك في الله، خلي أشوف الله شو يعمل معك. جر مرة ثانية، اجى إلى الصحراء يتململ في التراب، مجرم، رجل كان من صحابة رسول الله، رجل كان يصلي صلاة الجماعة خلف رسول الله. يا رسول الله، أنا في أي مجتمع دا أتحدث؟ أراد أن يصافح امرأة، يا ناس هذا الدين لازم نمزق نفسنا عليه. والله أراد رسول الله يقول له: إنك صنعت كبيرا. رجع بكى وبكى وبكى حتى نزل جبرائيل بهذه الآية المباركة: يا أهل القرآن، بسم الله الرحمن الرحيم، والذين إذا فعلوا فاحشة، هذا تعبير القرآن، ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا. مرة أراد، مو إصرار كل يوم يجي يمد إيد، ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. رسول الله بعث خبر إلى ثعلبة: يا ثعلبة، هنيئا لك، غفر الله لك، يلا ارجع. قال: لا لا لا، ما أرجع، ما أرجع إلا أن رسول الله هو يجي يأخذني. رسول الله قال: أبعث له نفسي، بعث له علي بن أبي طالب، الإمام أمير المؤمنين وسلمان، جاء إجماع المسلمين، ها سنة وشيعة يذكرون الرواية في تفسيرها إلى المبارك، راجعوا. جاء علي بن أبي طالب وسلمان: ابشر يا ثعلبة، قد غفر الله لك. قام مرتجف ضعيف خائف، دخل مسجد رسول الله، كان رسول الله يصلي صلاة العشاء، وقف خلف رسول الله، الله أكبر. رسول الله بدأ بالركعة الأولى: بسم الله الرحمن الرحيم، ألهاكم التكاثر. صاح ثعلبة: حتى زرتم المقابر. صاح الصيحة الثانية. لما رسول الله وصل إلى هذه الآية: كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون، صاح الصيحة الثالثة، طاح، راح، مات، مات من خوف الله رضوان الله تعالى عليه. إذا إحنا مسلمين، يا مسلمين، هذا الإسلام، أحد لا يزعل من عندي، أنا بدي أذكر لكم رواية رسول الله، كيف مسلم يصافح امرأة مسلمة لا تحل عليه، كيف امرأة مسلمة تمد يد الخيانة إلى رجل يصافح، بدد الله لحمه في نار جهنم. واجب علي أن نقول على المنابر، أخاف يوم القيامة تأخذوني من هون تقول لي: سيد، ليش ما قلت؟
اللهم إني قد بلغت، تحملوني أن أضيفكم بس الليلة وبكرة، ولكن هذا كلام رسول الله يا ناس، والله حرام، نص القرآن